غافر الزلات والذنب رب العالمين هو وكيله للتوكل توكلنا عليه والصلاة على النبي هو خير المرسلين رسول الله صلي وسلم عليه. لما عادها بترك الهزل واختار السمين كل قافل جزل بين القوافي بنتقيه معطني ذا الحق مبغي يسار ونايمين منهج الأمة محمد بي نمشي عليه. النصيحة قلتها يا شباب المسلمين لا نمشي لعبة الغرب ونقلد عليه. شفت لي لبس يروع ذهون الذاهنين قصة الرجال يرتاح منها حتى خيه والخروج إلى تهرج تشيب المرضعين. إن شته قال ما أدري وانت ركته قال لي نعني بيكم في التهالك تراكم هايكين ومنطرح منكم ترى ما طرح حل يديه. افزعوا لنفوسكم عند بر الوالدين وعقب اللي ما يقبل يدين أمه وبيه وصل العاني ترى الوصل كأنه فرض عين. يقطع الله من قطع في قرايب والديه ولا تناسب في النسب غير من درع حصين الولد طلع اليوم من طلع يطلع عليه والصقر قد قيل من لا يعرفه يشتويه والخوي والضيف في واجبه لا تستهين قدره ورفع مقامه لو انك ما تبيه ولا يصير اصبر وربك يعين الصابرين وانت غيب عن محله لزومك تحميه. الخساره في عمر الرجال الطيبين وانقام في طريق ثقيل ما نبيه. الله يرحم شايب كل فعل منه زين قرم راس وكل راين يعلو يعتلي شايب ما هو بينسى على طول السنين. الله مبسيك الله مبسيك والله شايب ما هو بينسى على طول السنين كل ما يطيع علي ما غير ابكي عليه جعلها الجنة ويكرم معلي مكرمين يوم وقت العرض كل العمل يعرض عليه وسلام في الجميع.